راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 7 يناير 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. زيارة تاريخية لوزير الخزانة الأمريكي إلى الخرطوم وتوقيع اتفاق لتصفية متأخرات ديون السودان والحصول على $1 مليار سنوياً. السودان وواشنطن يوقعان على إعلان أبراهام للسلام مع إسرائيل وترحيب من السفارة الأمريكية بالخرطوم والأيباك. همدوك يجمد المنهج الجديد ويشكل لجنة جديدة لإعداد المنهج، ولجنة المعلمين تتمسك ببقاء وزير التربية الحالي. اختطاف شخص بواسطة مسلحين وسط دارفور وارتفاع عدد قتلى وجرحى أحداث المجانس إلى 37 شخصا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. وقعت وزارة المالية السودانية والخزانة الأمريكية أمس الأربعاء بالخرطوم مذكرة تفاهم لتصفية متأخرات السودان للبنك الدولي وتمكين السودان من الحصول على ما يفوق $1 مليار سنوياً. جاء ذلك خلال زيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونوشن التي تعتبر الأولى من نوعها، واستغرقت يوما واحدا وعقد خلالها لقاءات مع رئيس مجلس السيادة والوزراء، كما عقد لقاء مع وزير الري والموارد المائية حول تطورات مفاوضات سد النهضة. ووقع على الطرف السوداني الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، وعن الطرف الأمريكي ستيفن مونوشن وزير الخزانة الأمريكي. ووصفت وزارة المالية الخطوة بالمهمة للحصول على تمويل المؤسسات المالية الدولية وإيفاء الديون، بجانب الاستفادة من منح المؤسسات الدولية للتنمية لتمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى وغيرها من المشاريع التنموية في جميع أنحاء السودان. وأضافت وزيرة المالية المكلفة الدكتورة هبة محمد علي: وقعنا قبل قليل مذكرة تفاهم مع وزير الخزانة الأمريكية السيد ستيفن مونوشن لتوفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي، والتي ستمكن السودان من أن يحصل على ما يزيد عن $1 مليار سنويا من البنك الدولي لأول مرة منذ 27 عاما. يعتبر استعادة الحصول على تمويل المؤسسات المالية الدولية إنجازا كبيرا للحكومة الانتقالية، وخطوة مهمة في طريق البلاد نحو إخفاء الديون والاستفادة من منح المؤسسة الدولية للتنمية لتمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى وغيرها من المشاريع التنموية في جميع أنحاء السودان. وسيوفر التمويل الدولي دعم محوري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتزامن مع الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الانتقالية. وقع السودان والولايات المتحدة أمس الأربعاء إعلان اتفاقيات أبراهام للسلام مع إسرائيل، حيث مثل الجانب السوداني وزير العدل دكتور نصر الدين عبد الباري، فيما وقع عن الجانب الأمريكي وزير الخزانة الأمريكية السيد ستيفن مونوشن. وينص الإعلان بحسب بيان مجلس الوزراء على ضرورة ترسيخ معاني التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، بما يخدم تعزيز ثقافة السلام. وقال وزير الخزانة الأمريكي في بيان إنه ناقش خلال الزيارة الفرص الاقتصادية المتوقعة خلال التوقيع على اتفاقية أبراهام التي تقتضي بإنشاء العلاقات مع إسرائيل. من جانبها هنأت السفارة الأمريكية في الخرطوم ولجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أيباك في منصاتها الإعلامية السودان بتوقيعه على اتفاق أبراهام. وأضاف نصر الدين عبد الباري وزير العدل في تصريحات صحفية عقب التوقيع: الاتفاقيات التي وقعنا عليها قبل قليل هي الاتفاقيات الإبراهيمية، وهي عبارة عن مبادرة مطروحة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى في المنطقة من أجل تعزيز السلام والتسامح والاحترام بين الشعوب المختلفة في المنطقة. وفي هذا الإعلان عبرنا عن نيتنا المشتركة من أجل العمل
لتعزيز الاحترام المشترك والمتبادل بين أصحاب الديانات الإبراهيمية. أصدر رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك قرارا بتجميد العمل بمقترحات المناهج الجديدة المطروحة من إدارة المركز القومي للمناهج والبحث التربوي والتي أثارت جدلا، كما أعلن في بيان لمجلس الوزراء عن تكوين لجنة قومية تضم التربويين والعلماء المتخصصين وتمثل كافة أطياف الآراء والتوجهات في المجتمع لتعمل على إعداد المناهج الجديدة حسب الأسس العلمية المعروفة في إعداد المناهج وتراعي التنوع. وأكد رئيس الوزراء أن قضية إعداد المناهج تحتاج إلى توافق اجتماعي واسع، وهي قضية قومية تهم الجميع. وأوضح أنه التقى وتشاور خلال الفترة الماضية مع طيف واسع من الأكاديميين والتربويين والطوائف الدينية وعدد من الفاعلين في المجتمع المدني السوداني. اختطف مسلحون مساء الثلاثاء معتصم إدريس محمد أحمد 35 سنة في منطقة ورنغا 18 كيلومتر شمال نرتتي بولاية وسط دارفور. وقال مواطن من المنطقة لراديو دبنجا أنه 10 مسلحين يستقلون عربة لاند كروزر ويرتدون زي الدعم السريع اختطفوا معتصم من منزله مساء الثلاثاء واقتادوه شرقي ورنغا باتجاه منطقة غورني. وأوضح أن أسرته لم تتمكن من الحصول على معلومات حول أسباب الاختطاف ومكان وجوده الآن. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو دبنجا في هذا الخصوص: مساء الثلاثاء جاء عربية كروزر راكبين فيها 10 من الأفراد ولابسين كاكي أخبش، وقاموا في داخل منزل في منطقة ورانا بعد صلاة العشاء في بيت منزل أستاذ معتصم عدريس محمد أحمد، هو طبعا يبلغ من العمر 35 سنة، ورفعه في عربية كروزر واتجهوا شرق ورانا اتجاه منطقة غورني. ارتفع عدد قتلى أحداث المجانس التابعة لمحلية السلام بولاية النيل الأبيض إلى 17 قتيل وأكثر من 20 جريح بعد مقتل شخصين وإصابة آخر أمس الأربعاء. وقال مواطنون لراديو دبنجا من منطقة المجانس إن مجموعة مسلحة فتحت النار صباح أمس الأربعاء على مزارعين أثناء عملهم في إحدى المشاريع، مما أدى إلى مقتل امرأة في الحال تدعى حليمة وإصابة كل من حواء والزين أبو كورة بإصابة بالغة، توفي لاحقا متأثرا بجراحه، حيث تم إحضار جثة القتيلة والمصابين بواسطة قوة من الجيش إلى مركز شرطة المجانس. وأوضح المواطنون أن ضحايا أمس الأربعاء هم عمال من قبيلة السليم بلل يقطنون بمنطقة كيلو 10 شرق المجانس، وأشاروا إلى أن جملة عدد القتلى في الأحداث منذ يوم الأحد حتى أمس الأربعاء بلغ 17 قتيلا بينهم امرأتين، بينما تجاوز عدد المصابين 20 شخص. وأضاف أحد الشهود لراديو دبنجا من منطقة المجانس في هذا الخصوص: والله تفلتات الليلة الآن قبل شوية ضربوا مرة وراجل في الخلاء، الراجل لسه خطر مضروب في بطنه، والمرة دي توفت قبل شوية في المستشفى، الآن في مركز الشرطة. السليم من ناس البحر كيلو 10، منطقة نسيمة كيلو 10، مضروبين على مشروع الشريف حاج علي شرق المجانس. والله المعلومات الحقيقية وغير الناس أن نلقاه في الخلاء 17 نفر جرحى زي 20-21 في الحتة دي، الناس المضربين. من جهة تانية لا تزال الأوضاع الإنسانية والأمنية بمنطقة المجانس حرجة. وقال شهود من المجانس لراديو دبنجا إنه أغلب سكان المنطقة الذين فروا عقب الأحداث لا يزالون خارج المنطقة في العراء وسط ظروف إنسانية قاسية، وأشاروا إلى عدم وجود أي تدخلات من الجهات الرسمية أو المنظمات الخيرية لمساعدة النازحين. وعبر المواطنون عن تخوفهم من انعدام الأمن مما قد يؤثر سلبا على حصاد الموسم الزراعي لهذا العام بالمنطقة. وناشد مواطنون مجانس الحكومة الاتحادية بالتدخل العاجل لحل المشكلة. وأضاف أحد المواطنون لراديو دبنجا من المجانس بولاية النيل الأبيض في هذا الخصوص: والله إذا ما في أمني إنت إذا تمشي تفقد نفسك العيش التخلي والتخلي الزراعة كلها، لأن الناس دي الملايش تلقى ماشي فيها 20-30-40 كروزر كلها محملة بالأسلحة الصغيرة، يلا إنت في حتة زي ده بتخلي زراعتك. طبعا والله الرسالة أنا بوجهها للحكومة الاتحادية عنه يا أخي الأمن يتوفر للمواطن، ما قادرين يوفروا لنا، نحن بننضم للجنوب مرة واحدة، عارفنا نفسنا لعرفنا نفسنا من الشمال ورعرفنا نفسنا من الجنوب، يمرقوا مننا الغوات المسلحة الملايش اللي هي متابع على الشمال ولا طلع الجنوب، ناس قاعدين في النص بس بياكلوا من هنا وبيشربوا وبيزونا.
وعدت السلطات بولاية جنوب كردفان التصدي للتفلتات الأمنية التي تشهدها المدينة منذ أيام. وقال والي الولاية حامد البشير في مؤتمر صحفي أمس إن اللجنة الأمنية بالولاية قررت التصدي للتفلتات الأمنية والتي شملت حرق ممتلكات المواطنين والتعدي على الأسواق. وقال العمد إسماعيل لراديو دبنجا إنه مسألة الأمن وانتشار أحداث القتل والنهب باتت تؤرق سكان المدينة، وأشار إلى أنهم في الإدارة الأهلية في انتظار المؤتمر الجامع الخاص بالأمن والسلم المجتمعي بالولاية الذي حدد في 17 من هذا الشهر والذي يأملون فيه أن يضع حد لهذه التفلتات. وأضاف العمد إسماعيل لراديو دبنجا من كادوغلي في هذا الخصوص: حسن فيه ودوكي في حذر يعني، لكن أصله الزور ما يعني ما تجي بالليل ما تطمن أنت بترقد لصباح بدون ما تحتاجه ديش الحاصل. كان عمل حدنا أنه بعد الخريف يعمل مؤتمر الجامع كده بين الطرفين ويشوف هل يكون في صلح ولا لا. هاي إن شاء الله ممكن الغالي يوم 17 في الشهر ده كان موعد محدد عشان أيام المؤتمر فيه. من جهة تانية، وعد والي جنوب كردفان حامد البشير بإعادة تشغيل كهرباء كادوغلي بشكل عاجل، مبينا أنه تم سداد جزء من مديونية الشركة التركية وسوف يتم سداد المتبقي اليوم الخميس، وسوف يعاد تشغيل الكهرباء حتى مساء اليوم الخميس على أقصى حد. واشتكى مواطنو مدينة كادوغلي منذ شهر من قطوعات متكررة في التيار الكهربائي. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان التزامها بتنفيذ مطالب المحاسبين المتفق عليها لإنشاء ديوان المحاسبين وتضمين ميزانيته في موازنة 2021. جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء برئاسة والي الولاية خالد مصطفى لمناقشة قضية اضطراب المحاسبين بالولاية. وأوضح بيان صادر من أمانة الحكومة عن تشكيل آلية لحل هذه المشكلة، وأكدت اللجنة المشكلة حيادة في القضية مناشدا المحاسبين برفع الإضراب ومباشرة عملهم. من جهته، أكد والي الولاية خالد مصطفى التزامه بالقرار رقم 103 الخاص بتكوين ديوان الحسابات بالولاية. وكان تجمع المحاسبين بولاية شمال كردفان قد دخلوا في إضراب عن العمل منذ ديسمبر العام الماضي، مطالبين بإنشاء ديوان المحاسبين بالولاية وفصل اختصاصاته عن المالية بالولاية. أرجع وزير الطاقة والتعدين خير عبد الرحمن زيادة أسعار الكهرباء لتغطية العجز في تمويل احتياجات الكهرباء الذي بلغ حوالي 60% بسبب زيادة التضخم السنوي وزيادة المرتبات في العام المنصرم. وأقر خيري بأن الزيادة تعتبر عبء إضافي على المواطن السوداني، ولكنه عاد بأن الزيادة تمت بتوازن دون أن تمس المستهلك البسيط والصناعات الدوائية والزراعية. وأوضح المهندس خيري عبد الرحمن أن الدعم يغطي حوالي 70% من المشتركين، والذين تصل نسبة جملتهم حوالي 40% فقط من كل السودان. وقال أن أعلى شريحة مدعومة تدفع مبلغ 760 جنيه لل 600 كيلووات، وتدفع الشريحة التي تستهلك حتى 400 كيلووات مبلغ 440 جنيه، وال 300 كيلووات 19% من المستهلكين 180 جنيه. قال والي الجزيرة عبد الله إدريس الكنين إن الولاية قررت الإغلاق الكامل أيام الجمعة من كل أسبوع، موضحا إن الوضع الصحي بالولاية غير مطمئن وإن الحالات في تزايد كبير جدا. وقال الوالي في تصريحات صحفية إن الولاية ستفرض حظرا شاملا مع المحافظة على حصول الناس لضرورياتهم اليومية وما يسد الرمق، مشيرا إلى أنهم بدأوا في إغلاق شامل مع استثناءات للتجار العموميين والصيدليات ومحلات الأكل والشرب. وقال الكنان إنه بالولاية 4 مراكز عزل صحي امتلأت تماما، وطالب الخيريين والحكومة الاتحادية ورجال الأعمال والمنظمات بتقديم المساعدات للولاية. كشف المستشار الصحفي للرئيس الوزراء أن المساحات المزروعة بالقمح في جميع أنحاء السودان بلغت 800,000 فدان. وقال في صفحته على فيسبوك أن المساحة المزروعة بالقمح في مشروع الجزيرة والمناجل بلغت 452,000 فدان. وأقر بتأثر بعض المساحات بمشاكل الري وهي لا تتعدى نسبة 1% من جملة المساحة المزروعة. كما أقر عقب زيارته لمشروع الجزيرة والمناجل بعسرات تمثلت في مشاكل الوقود والري والسماد، إلا أن الوضع الحالي تجاوز ذلك. وقال إن مساحة القمح العام الماضي بلغت 750,000 فدان، منها 420,000 فدان بالجزيرة.
أعلنت لجنة المعلمين تمسكها بوزير التربية والتعليم الحالي البروفيسور محمد الأمين التوم رافضة تحويلها إلى وزارات للترضيات أسوة بالنظام البائد، وأكدت في بيان لها دعمها للرؤية التي يقودها البروفيسور محمد الأمين التوم، وزادت أنه يعمل على التأسيس الجذري لنظام تعليم حديث يرسي قواعد التطور ويأخذ بقيم الحداثة والمواكبة. وخاطبت في بيانها المجلس المركزي للحرية والتغيير وشركاء السلام ورئيس الوزراء، مؤكدة أنها ستقف ضد أي محاولة لتعطيل ما بدأته الوزارة من وضع الأسس العلمية والعملية لتطوير التعليم. يأتي بيان لجنة المعلمين عقب تداول أنباء عن منح مقعد وزارة التربية والتعليم للجبهة الثورية. أرجع والي ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي عدم تمكن الشرطة من ملاحقة الجريمة في العديد من محليات الولاية إلى شح الإمكانيات وغياب النيابة والمحاكم في مناطق واسعة من الولاية، بجانب رسوخ ثقافة عدم المحاسبة وغياب الدولة. جاء ذلك خلال زيارته لمحليات الطينة كورنوي أمبرو، والتي استمرت ليوم واحد رافقه خلالها عدد من أعضاء حكومة ولجنة أمن الولاية. وأوضح عربي أن حكومته ستشرع فورا في تأمين الطريق التجاري الذي يربط حاضرة الولاية بمحليات كتم وأمبرو كورنوي والطينة دون انتظار تشكيل قواد السلام. وكشف عن التزام النيابة العامة بتعيين وكيل نيابة لكل محلية من المحليات الثلاثة. أغلق محتجون أمس الأربعاء الطريق المؤدي للميناء البري شرق الفاشر بسبب منع شرطة التموين تنكر وقود يبيع مباشرة بالسعر الحر. من جهتها أعلنت آلية توزيع الوقود عن عمل طرمبة واحدة فقط في الفاشر لليوم الثاني على التوالي، مما أدى لأزمة حادة في الوقود. أعلنت مبادرة نواب الاختصاصيين عن رفع الإضراب لمدة أسبوعين بعد الوصول لاتفاق مع الحكومة على الوظائف والعقودات بوزارة الصحة وفقا لمصفوفة زمنية محددة. ونوهت في بيان لها أن قيمة العقد سوف تجاز خلال فترة الأسبوعين بعد اجتماع رئيس مجلس الوزراء بوزارة المالية، وهددت بالعودة للإضراب في حال خرق المصفوفة أو المماطلة في تنفيذ المخرجات. وأكدت أن الانسحاب والإضراب حق مكفول، وإنها ستقف في وجه أي تعسف يتعرض له النواب. وتضمنت المصفوفة تاريخ التقديم للوظائف والعقودات وتفاصيل البدلات والتأمين الصحي وما يتعلق بميزات الأطباء وتسريع الإجراءات. تواصل إضراب واعتصام عمال شركة الهدف المخدمين لدى شركة سكر كنانة أمس الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، مما أدى إلى شلل تام في المصنع. وقال العمال إن مطالبهم تتمثل في مرتب مجزي وتأمين اجتماعي وصحي، وأوضحوا إنهم بموجب العقد الموقع بين شركة الهدف المحدودة وشركة سكر كنانة تعطي الشركة مبلغ 16,540 جنيها نظر استخدام كل عامل، موضحة أن شركة الهدف تعطي عامل العمليات الزراعية 3,654 جنيها و 6,500 جنيها لعامل الري. ونوهوا الاستثناء شركة الهدف المحدودة من التعامل مع مكتب العمل، موضحين أن ذلك يتنافى مع شعارات الثورة والمسؤولية الاجتماعية لشركة سكر كنانة. الخبر الأخير في النشرة، امتدها قادة مسار الشريك توافق الحكومة مع الجبهة الثورية على الآلية العليا لمتابعة وتقييم اتفاقية السلام، واعتبروا ذلك دليل جدية من جانب الحكومة. وقال المشرف على اتفاق مسار الشركة الأمين السياسي للجبهة الثورية خالد شاويش في تصريحات صحفية إن الحكومة بدأت تتفهم أهمية اتفاق السلام الموقع بجوبا ودوره في إحلال الأمن والاستقرار بالبلاد. وأكد خالد تعاونه مع الحكومة بشأن تشكيل اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق شرق السودان، وشدد على ضرورة الالتزام بنصوص الاتفاقية، مشيرا إلى أن الأوضاع بشرق البلاد تحتم الإسراع بإنزال اتفاق مسار الشرك لعرض الواقع. وكانت الحكومة والجبهة الثورية اتفقتا الثلاثاء على تشكيل آلية عليا لمتابعة وتقييم اتفاق السلام، ولجان عليا منفصلة لمتابعة تنفيذ كل على حدة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.